طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا بنتكلم على الديسيجن ثيوري. ما زلنا بناخد امثله على الديسيجن تري. النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء اللي احنا بداناه بخصوص الديسيجن تري. فتعالوا ناخد مساله رقم 7. المساله بتقول عندنا A contractor is to bid on only one of two mega projects. مشاريع عملاقه. The first is a dam. عايز ينشئ سد. المشروع الاولاني لانشاء سد. The second is a highway. المشروع الثاني انشاء طريق سريع. He may also choose not to bid to any of them. فممكن يختار ان هو ما يعملش حاجه، لا هيقدم على ده ولا هيقدم على ده. الكونتراكتور اللي هو المقاول يعني has collected data from his previous experience. الكونتراكتور ده عمل شغل قبل كده واخد البيانات اللي هو عملها قبل كده من الخبره السابقه. And he has option either to bid high or low. Data is summarized as follows. واحنا فهمنا يعني ايه bid high ويعني ايه bid low قبل كده شرحتها. طبقا للبيانات اللي موجوده مع المقاول ده من الخبره السابقه لقى الاتي، لقى ان هو في مشاريع سابقه قدم فيها على السدود قدر يعمل لها كلاسترنج، يعني يعمل لها تصنيف، فلقى ان المشاريع السابقه في جزء منها عمل bidding high وفي جزء منها عمل bidding low. ساعة المشروع عما كان سد وكان عمل بيدنج هاي، لاحظ ان هو حصل له الظروف التاليه. في مرات كسب 800,000 ريال او دولار بقى 800,000 دولار، والمرات دي كان نسبتها 20%. وفي مرات كسب بس 400,000 ريال دولار وكانت نسبتها 50%. وفي مرات خسر 200,000 دولار ودي نسبتها كانت 30%. يبقى من الكلام ده جه منين؟ من الخبره السابقه. عشان تعرفوا بقى ان الخبره السابقه دي ليها فاليو، هايلي فاليو، فهنا فاليو عالي جدا. كل ما يكون عندك خبره سابقه وعندك دوكيومنتيشن للديتا اللي بتاعتك دي تستطيع انك انت تستخدمها بعد كده وتساعدك في اتخاذ قرار. يبقى المقاول ده كان قبل كده اشتغل في مشاريع مشابهه قبل كده كتير، فقدر يصنف المشاريع المشابهه السابقه فصنفها على تو كلاسز. كلاسز كان بيبيد فيها هاي وكلاسز كان بيبيد فيها لو. لقى ان الكلاس لما بقى عمل بيدنج فيها هاي حصل له 3 ايفنتس. ايفنت كسب ان توتال 800,000 وده احتماله 20%، وايفنتس ثانيه كسب فيها 400,000 وده احتمالها كان 50%، وايفنتس ثالثه كسب فيها خسر فيها 200,000 وكان احتمالها 30%. ونفس الكلام عمله بالنسبه لللو، ونفس الكلام عمله بالنسبه لمشروع الهاي واي، فلقى ان هو قسمهم برضو لهاي بيد ولو بيد وحط البروبابيلتي. كل الكلام ده جايبه منين؟ جابه من الدوكيومنتيشن ومن الخبرات السابقه ومن المشاريع السابقه بتاعته. يبقى المقاول من هنا ورايح اما يدخل في مشروع لازم يدوكيومنت كل حاجه في المشروع. دخل المشروع ده عمل بيدنج هاي ولا لو، وكسب قد ايه وهكذا. مش هيقدر يحسب البروبابيلتيز دي، ركز معايا، مش هتقدر تحسب البروبابيلتيز دي الا لما يكون عندك مشاريع كتيره 10 مشاريع ولا حاجه، فتقدر تحسب ساعتها فيها بروبابيلتي. انما يكون عندك مشروع ولا اثنين مش هتقدر تحسب بروبابيلتي. فالبيانات دي جايه منين؟ من لونج ايه؟ لونج اكسبيرينس. لونج اكسبيرينس عشان تقدر تحسب بروبابيلتي. المهم دي داتا جيفن بالنسبه لنا. ايه المطلوب بقى؟ بيقول لي هنا معطيات ثانيه. Based on the previous projects, the contractor found that when a dam low bid was submitted, he received contract 4 times out of 10. هو لاحظ الآتي، إن ساعة ما في مشروع سد وهو قدم عليه باستخدام اللو بيد، ماشي، يعني حط هامش الربح بتاعه قليل، اللي حصل ان هو لاحظ ايه بقى؟ ان هو كان في 10 مشاريع كسب 4 من ال10 مشاريع دول. واضح كده؟ يعني في 10 مرات كان مقدم على مشروع سد وكل مره يقدم له لقى ان هو كسب 4 مرات من ال10 دول. كسب يعني ايه المشروع؟ يعني اخده جرانتد يعني. خد بالك انت في فرق ما بين كسبت المشروع يعني اخذت المشروع يعني المشروع اترسى عليك، وما بين بقى انت كفلوس ماني وايز بعد ما المشروع يترسى عليك انت تكسب ولا تخسر، دي حاجه ثانيه. يعني ممكن المشروع يترسى عليك حلو قوي وانت مبسوط جدا النهارده، النهارده سنه كام؟ 2020. تعالى بعد سنتين بقى وانت المشروع انت خلاص اخذت المشروع يلا اشتغل بقى، تبص تلاقي بقى ايه فتحت لك بقى بلاوي سوداء. يعني ايه؟ مثلا انت كنت بتعمل طريق
وانت كنت فاكر بقى ان الطريق ده مثلا الارض حلوه وكل حاجه وربنا يسهل ان شاء الله، دوس تلاقي الطريق ماشي في سبخه، سبخه بقى ايه احلال. الله انا كنتش عامل حساب ان في سبخه هنا، تطلع السبخه مثلا طولها 50% من طول الطريق، هتبيعك اللي قدامك واللي وراك. اه فبالتالي ممكن مش معنى ان المشروع انت بترس عليك انك كسبت، لا ممكن المشروع يترس عليك وفي النهايه خالص تخسر كفلوس، ممكن يترس عليك وتكسب متوسط، ممكن يترس عليك وتكسب قوي، فالقصه مختلفه. واضح؟ فهو بيقول بقى ايه تاني، نقرا تاني الكلام، بيقول based on previous projects the contractor found that when a dam low bid was submitted he received contract 4 times out of a 10. When a dam high bid was submitted he received contract 2 times out of 10. بيقول بقى when a highway project but low bid was submitted he received the contract 2 times out of 10. When a highway project high bid contract was submitted he received 1 contract out of 10. جميل. يبقى الكلام ده جه منين؟ جه برضو من ايه؟ الخبره السابقه. يبقى كل ده من مين؟ من الخبره السابقه. فهو بقى عايز يستغل الخبره السابقه في ان هو تساعده ان هو ياخد قرار فيما هو اتي، فيما هو ايه؟ اتي. جميل. بيقول هنا معلومه بقى، البيد اللي هو ناوي يدخل عليه ده بقى اللي هو عايز يستخدم فيه المعلومات دي، البيد اللي هو ناوي يدخله بقى ايه؟ الكوست بتاع الدروينج للبيد الاتي، مشروع الهاي واي 100,000 ودي نون ريفاندبل. يعني ايه؟ يعني كسبت المشروع ما كسبتش المشروع راحت عليك، دي اسمها ايه؟ مصاريف سحب كراسه بس. يعني مثلا المشروع عشان بيعملوا كده ليه؟ يعني عشان مش اي حد معدي كده يقول لك انا عايز ادخل بقى اقدم في المشروع، ويقعدوا يضيعوا وقتهم معاه في ناس مالهاش اي طائل ولا هي انترستد اصلا. فعشان كده بيحطوا فلوس علشان اللي داخل ده دافع ايه؟ تخيل بقى دلوقتي انت هتدفع 100,000 دولار في مشروع وممكن ما يترساش عليك، تدفعه بس فين؟ لسحب كراسه. فبتسحب بس الكراسه، ماشي كده يا شباب؟ مجرد سحب كراسه 100,000 دولار، والتاني مشروع السد 50,000 دولار، فاللي بيدخل ايه؟ بيبقى فيري انترستد ان هو يكسب المشروع، بيقدم قصاره جهد ان هو ايه يكسب المشروع لان هو دافع كتير قوي. وفي مقاولين كتير بيدخلوا ويخسروا، فعشان كده الحاجات دي كلها بيحملوها على الكوست بتاعهم والسعر بتاعهم ان ادفانس. جميل؟ طيب يبقى خد بالك بقى وانت داخل عارف كده ان سحب المشروع بتاعك هتسحب الكراسه هتكلفك 100,000 ريال، يبقى لو ما ترساش عليك المشروع فانت هتخسر ال 100,000 ريال. نفس الكلام بالنسبه للسد، لو اترسى عليك المشروع يبقى خلاص، لو ما ترساش عليك المشروع يبقى انت خسرت 50,000 دولار. طيب تعال نشوف هنعمل القصه دي ازاي؟ ازاي هنرسم بقى الديسيجن تري؟ احنا قلنا تمالي الديسيجن تري بتبدا بايه؟ بتبدا بالديسيجن نوت. فهبدا كده معاكم بالديسيجن ايه نوت، فهنبدا بالديسيجن نوت بتاعتنا اهي. طب ايه الديسيجنز اللي انت محتاج انك انت تاخدها؟ الديسيجن انت محتاج اللي تاخدها تقدم على السد ولا تقدم على الهاي واي ولا ما تقدمش على اي حاجه خالص. فتعالوا نقول بقى مثلا انا هقول ايه؟ هقدم على سد دام ولا هقدم على الهاي واي؟ بقول الهاي واي. في اي حاجه ثانيه؟ اه ممكن ما اعملش حاجه خالص، اعمل نفسي ميت ولا هعمل ايه؟ ولا هقدم على حاجه، يبقى nothing اسمها do nothing، ممكن نقول كده do nothing. يبقى ده الديسيجن بتاعي. ايه عنوانه؟ ممكن اكتب كده عنوانه bid or not. bid يعني هتقدم or not. اه هقدم. طب لو هتقدم هتقدم على سد ولا هاي واي؟ لو انا قدمت على سد ها ايه اللي مطلوب مني؟ ممكن اخد قرار ثاني؟ اه هنا في ممكن اخد قرار، ممكن اخد قرار ان انا اقدم على السد بس سعر عالي او سعر قليل، سعر عالي او سعر قليل. فانت عايز تبيد هاي ولا تبيد لو؟ يبقى دي برضو لازم انت تاخد فيها قرار، فدي ديسيجن نوت برضو. عايز ابيد هاي يعني احط هامش ربح عالي، ومعظم الناس اذا بعد ان شاء الله ما تخلص موضوع كورونا ده معظم الناس طبعا هيبيد هاي عشان يعوض المصاريف والايه الخسائر اللي حصلت له في الفتره السابقه، او هبدله. يبقى دي ديسيجنز. طيب طب بالنسبه لهنا نفس الكلام، بالنسبه للهاي واي انا عايز ابيد هاي ولا عايز ابيد ايه لو؟ هبيد هاي ولا هبيد ايه؟ هبيد لو. لحد دلوقتي دي ديسيجنز. طيب بالنسبه للعم الحاج بقى ده دو ناثينج، مفيش خلاص.
do nothing ما فيش. طب do nothing ده هيكلفه قد ايه؟ do nothing يعني معناها ما فيش حاجه، لا هتسحب كراسه، لا لا هتطلب من المهندسين بتاعك يقعدوا يشتغلوا عشان يعملوا preparation للبروبوزال ولا اي حاجه خالص، فبالتالي ده زيرو، ده التكلفه بالنسبه لك زيرو. جميل. طب تعالى بقى نشوف، انا اخترت ان انا اقدم على سد وهبيد هاي، ايه اللي ممكن يحصل لي هنا؟ ايفنتس بقى، هنا مش قرارات بقى، خلاص خرجت من ايدك يا باشا، تعالى نحطها بلون تاني. دي ايفنتس. ايه اللي هيحصل لي؟ ممكن اكسب المشروع، ممكن اوين، ها يترسى عليا، وممكن ايه؟ لا ممكن الوز. ممكن اوين وممكن الوز. لو انا قدمت على سد وعملت بيد لو، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ برضو نفس الكلام، ممكن اوين وممكن ايه؟ الوز، اخسر. صح ولا انت قدمت لو هتوين؟ محدش ضامن حاجه، ممكن تقدم لو يعني هامش امان بتاع، هامش ربح بتاعك 10% بس، وتلاقي نفسك ايه؟ خسرت برضو. طيب نفس الكلام هنا، لو انا قدمت على مشروع اللي اسمه الهاي واي وقدمت هاي، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ ممكن اوين وممكن الوز. نفس الكلام هنا، لو قدمت لو ممكن اوين وممكن ايه؟ الوز. طيب خلينا نكمل تملي الخطوات بتاعتنا يا شباب، ان احنا بنكمل الشجره الهيكل للاخر، ما بحطش اي بيانات الا في الاخر بقى زي ما عارفين قبل. لو انا لوز في حاجه تاني بعديها، خلاص انت خلاص خرجت بره، خلصت. يبقى اي حاجه لوز مفيش حاجه وراها، اي حاجه لوز مفيش حاجه وراها، زي دي كده دو ناثينج مفيش حاجه وراها. يبقى اللوز ده فرع ايه؟ فرع مبتور، مبتور خلاص. الوين هو اللي فيه ما بعده. طب لو انا وين يعني المشروع اترسى عليا كده خلاص كسبت؟ لا، ممكن يحصل لك شويه حاجات. ايه هي الحاجات اللي هو قال لي عليها؟ فين اهي؟ هنا اهي. قال لي ايه؟ لو انت عندك سد، هتقدم على سد، والسد ده قدمت عليه هاي بيد، ايه الاحتمالات اللي حصلت لك؟ ممكن تكسب 800,000 او تكسب 400,000 او تكسب، ها، او تخسر 200,000. يبقى هي دي الايفنتس اللي انا هحطها. يبقى بالتالي هروح رايح هنا بقى كده، روح جاي كده هنا واقول لو انا كسبت المشروع ده، مش معناه ان انا كسبت فلوس، ده ممكن اكسب 80 كام؟ 800,000. هكتبها 800 كي يا شباب، 800,000 خساره 800 كي. وممكن اكسب 400,000، ده اللي حصل لي قبل كده وانا باخده كرؤيه للمستقبل. وممكن اخسر 200,000، دي ناقص 200 كي، ناقص 200 كي، صح كده؟ جميل. فده ممكن يحصل، ممكن يحصل كده وكده وكده. جميل. بس طبعا يفضل ايه؟ انك انت دي كده وتحطها هنا، يعني الافضل ان انا اروح حاططها على ايه؟ على جنب كده، فاحطها، احطها كده 800 كي، واحط هنا 400 كي، واحط هنا ناقص 200 كي. نفس الكلام هعمله هنا. لو انا قدمت على دام ولو وكسبت، تعالوا نرجع ونشوف اهي، قدمت على دام ولو وكسبت المشروع، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ ممكن تكسب 500,000 او 100,000 او تخسر 400,000. يلا نكتبهم هناك. يروح اقول كده بقى، يبقى ممكن الكيس الاولانيه اكسب 500,000، الكيس الثانيه ممكن اكسب 100,000، الكيس الثالثه ممكن اخسر 400,000. جميل. طب تعالى بقى اللي وراها، لو انا قدمت في الهاي واي عملت هاي بيد وكسبت المشروع، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ ممكن يحصل لك الكيسز الثلاثه دول، تعالى نرجع ونشوفهم. قدمت على مشروع هاي واي، قدمت هاي بيد، اترسى عليا، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ ممكن يحصل لك انك تكسب 2 مليون او مليون او تخسر 400,000. ده اللي انا هحطهم هناك. يبقى اروح اعمل كده، ممكن الكيس الاولانيه اكسب 2 مليون، 2 مليون اعملها ازاي بقى؟ يعني 2000 كي. او ممكن اكسب مليون يعني 1000 كي. او ممكن اكسب كام؟ ممكن اخسر 400,000 يعني ناقص 400 كي. بالنسبه للهاي واي لو بيد،
وكسبت المشروع، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ التلاتة برضو، واحد اتنين تلاتة. تعال نشوفهم الارقام اهو، هاي واي لو بيد، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ 800000 400000 ناقص 400000، يلا نحطهم هناك. يبقى ممكن الكيسز اللي تحصل لي 800000 400000 ناقص 400000، ده اللي ممكن يحصل. طيب تعالى بقى نبص، يبقى انا حطيت هنا دلوقتي، حطيت هنا البي اوف بتاع كل حاجه، ناقص اللوز بقى هنا. ها ركز بقى معايا في اللي جاي ده، لوز ايه اللي حصل؟ انا قدمت على مشروع السد، ها، وعملت هاي بيد وما ترساش عليا، يبقى هتخسر ايه؟ نرجع نبص، هتخسر ايه؟ مشروع السد اما قدمت عليه ها وما ترساش عليا، يبقى خسرت مين؟ خسرت ال 50000 بتاعت الكراسه العطل. يبقى بالتالي لازم احط الكلام ده في الموضوع. يبقى بالتالي بقى لو انا قدمت على مشروع السد وخسرته، يبقى الخساره بتاعتي كام؟ الخساره بتاعتي ناقص 50 كي. طب لو انا قدمت على مشروع السد وقدمت له بيد وخسرته، برضه ناقص 50 كي، لان الكراسه فلوسها طارت عليا، ضاعت عليا. طب لو انا قدمت على مشروع الهاي واي وخسرته، قلنا هنخسر قد ايه؟ هنخسر ثمن الكراسه اللي هو كام؟ 100000. اه يبقى يلا نروح بقى نحط، يبقى هخسر هنا 100000، يبقى ناقص 100 كي، وهنا برضو نفس الكلام ناقص 100 ايه. كويس، يبقى انا كده دلوقتي حطيت كل البرانشز، حطيت فيهم مين؟ البي اوفز. يبقى البرانش المنتهيه، انا بحط البي اوف في البرانشز المنتهيه، اهي البرانشز المنتهيه بحط لها البي اوف. طيب عايز احسب بقى، يبقى لازم احط البروبابيلتي. يلا نحط بقى البروبابيلتي. هجيب منين البروبابيلتي؟ خد بالك ما فيش بروبابيلتي محطوطه على الاحمر، ليه؟ لان ده ديسيجنز، ما تحطش بروبابيلتي على الديسيجنز. احط بروبابيلتي فين؟ في الايفنتس، الحاجات اللي اوت اوف ماي هاند احط بروبابيلتي. يبقى لازم هنا يكون عندي بروبابيلتي وهنا، طب ولازم يكون عندي هنا بروبابيلتي وهنا. طيب يلا بقى قول لي ايه احتمال ان يحصل لي دي او دي او دي؟ محطوطه موجوده عندك في الجدول اهم، اهم الاحتمالات اهي اهي، فتنقلها زي ما هي كده، صح يا شباب؟ لكل ايفنت انقلها زي ما هي، اسيومنج اللي حصل في الماضي هيحصل في المستقبل، ما هو ده الفرض. ها ده الاسامبشن اللي احنا بنفرضه. يبقى احط بقى الاحتمالات، يبقى الاحتمالات احطها هنا 0.2، واحتمال ده كام؟ 0.5، وده 0.3، وهكذا بقى، هنا 0.3 وهنا 0.5 وهنا ايه 0.2 وهنا 0.3 0.1 وهنا 0.2 وهنا 0.6 وهنا 0.2. جميل. طيب عايزين بقى نشوف، عايز احط احتمال لان انا اكسب واحتمال ان انا اخسر. ركز معايا، ايه احتمال انك تكسب سد لو انت بتعمل بيدنج هاي؟ ايه احتمال انك تكسب فلوس، اسف، تكسب المشروع، تكسب المشروع يترس عليك يعني، هنا وين دي يعني مش تكسب فلوس يعني يترس عليك. تاني، ايه احتمال اما تقدم على سد وتقدم هاي بيد انك تكسبه؟ وايه احتمال اما تقدم على سد وتقدم هاي بيد انك تخسره؟ الكلام ده قاله لنا في المساله اهي. ايه احتمال ان اقدم على سد واقدم هاي بيد ان انا اريسيف ال 2 من 10؟ 2 من 10 بالظبط كده. يبقى اروح رايح هنا واكتب 0.2، يبقى احتمال ان انا اكسبه 0.2، يبقى احتمال ان انا اخسره قد ايه؟ 0.8. It goes without saying. طيب ايه احتمال ان انا اما اقدم على سد لو بيد ان انا اخسر ان انا يترس عليا، ان انا اكسب ان يترس عليا او اخسر ان يترس عليا؟ موجوده برضه. يبقى ايه احتمال اما اقدم على سد واقدم لو بيد ان انا اكسبه؟ 4 من 10، يعني 0.4. يبقى لو دي 0.4 تبقى دي كام؟ 0.6. جميل، نفس الكلام، ايه احتمال ان انا اكسب مشروع لهاي واي قدمت فيه هاي بيد؟
اهو اكسب مشروع لهاي واي اللي فيه هاي بيد احتمال 1 على 10 هو قايلها لي من الخبره السابقه يبقى دي 0.1 طب يبقى دي تبقى كام 0.9 المكمل ها طب ايه احتمال ان انا اكسب مشروع لهاي واي قدمت فيه لو بيد ها اكسب مشروع هاي واي لو بيد 2 من ايه 2 من 10 يبقى 2 من 10 يبقى دي بوينت ايه 0.2 تبقى دي كام 0.8 لاحظ كده يبقى دلوقتي انا حطيت البروبابيلتيز حطيت البي اوفس بقت المساله سهله جدا هنعمل الحسابات ازاي بقى تبدا حساباتك من هذا الاتجاه تبدا حساباتك كده من فوق لتحت يعني تمشي في هذا الاتجاه ها تمشي في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه كده من فوق لتحت فتعالى نمشي بقى في هذا الاتجاه بس نغير بقى اللون برضو طالما الالوان موجوده معانا نحط اللون الاخضر عشان تبقى سكتك خضراء ان شاء الله امين يا رب ها ازاي احسب بقى قيمه الاكسبكتد مونيتري فاليو في البتاعه دي هنعمل ايه هنستخدم سام برودكت صح هضرب دول في دول هضرب البي اوفس في الكورسبوندنج ايه بروبابيلتي لو انت عاملها على اكسل تعمل سام برودكت على طول تجيبها هنا بالمناسبه في ناس بيرسموا الديسيجن تري بالاكسل فبيحط كل فاليو من دول في سيل وفي النهايه خالص بيجمعه فالمهم يعني هروح ضارب بدول في دول اعمل بقى القصه دي اضرب 80 كام دي 800000 اضرب 800 في 0.2 زائد 400 في 0.5 ناقص 200 في 0.3 وجمع فدي هتطلع لك 300 كي حطها كده بالريكتانجل طيب وبعدين اعمل نفس بقى الكلام هنا فهنا دي هتطلع 120 كي ودي هتطلع 1,160,000 طب ودي هتطلع كام تطلع 320,000 طيب يبقى انا جبت الايفنت دي ها ايه اللي ناقص بقى تعمل نفس الكلام في الليفل اللي تحت الليفل اللي تحت فعندك 300,000 اضربها في 0.2 ناقص 50 في 0.8 وجيب لي هنا اه يلا نعمل القصه دي يبقى تاني 300,000 300 يعني في 0.2 ناقص 50 في 0.8 ده يطلع كام ده يطلع 20,000 يبقى 20 كي بالبوزيتيف وهنا بقى 120 في 0.4 ناقص 50 في 0.6 ده يطلع كام؟ يطلع 18,000 يبقى 18 كي وبعدين هنا 1160 في 0.1 زائد ناقص 100 في 0.9 دي هتطلع 26 كي طيب وبعدين عندنا هنا بقى 320 في 0.2 ناقص 100 في 0.8 دي هتطلع ناقص 16 كي يبقى عندك كام 20 و 18 ركز معايا ها عندك هنا في واحد الهاي لو عملت هاي بيد هتكسب 20 لو عملت لو بيد تكسب 18 يبقى بالنسبه لك ايه بالنسبه لك الهاي احسن يبقى بالتالي دي الفاليو دي اللي انت تختارها يبقى حطها هنا يبقى هتحط هنا 20 كي طب يلا نعمل نفس الكلام هنا عندك هنا ديسيجن اما هاي او لو طب الهاي هيديك 26 واللو هيديك ناقص 16 يبقى هتحط هنا كام؟ هتختار مين؟ هتختار ده اختيار هتختار هنا ال 26 يبقى هحط هنا ال 26 كي طيب هنا نرجع بقى تاني عندك هنا اختيارين اما تختار سد يكسبك 20 او تختار هاي واي يكسبك 26 فحضرتك هتختار مين؟ هتختار الهاي واي يبقى الهاي واي هو اللي هتختار خلاص يا شباب يبقى بالتالي كده احنا عرفنا ايه؟ عرفنا ازاي بنعمل ديسيجنز يبقى الديسيجن دي بتاخدها نتيجه لايه عندك خبرات سابقه وعندك بيانات سابقه لو ما عندكش خبرات سابقه وعندكش بيانات سابقه يبقى ممكن تقعد على جنب بقى ماشي يبقى دي المساله رقم 7 يبقى احنا خلصنا مساله رقم 7 تعالوا نروح نشوف مساله رقم ايه 8 ده الحل اهو يا شباب موجود عندكم اهو مساله رقم 8 مساله رقم 8 نقرا المساله مع بعض مساله بتقول ايه مساله بتقول Based on project schedule. Based on project schedule. Based على الجدول الزمني للمشروع. Project schedule. A contractor is to pour concrete. Pour يعني يصب خرسانة يعني. On Monday morning. يعني بناء على الاسكيدول بتاع المشروع المفروض المقاول ايه؟ يصب الخرسانة يوم الاثنين صباحا. To avoid any delay in the project. عشان يتفادى أي تأخير. يا شباب في الامتحانات إن شاء الله أنا مش هجاوب على أي أسئلة زي يعني إيه كذا.
ها لا كذا، يدخل على جوجل وبص عليها، ما انت الامتحان اوبن بوك. ها بس مش اوبن شيتنج، مش اوبن تشيتنج من زمايلك، هو اسمه اوبن بوك، يعني ممكن تدخل على النت وتدور مثلا على اسم كلمه، معنى كلمه، اه ما فيش مشاكل، ممكن تفتح الهاند اوت وتشوف دي كانت بتتعمل ازاي، ما فيش مشاكل، بس كل ده ماخوذ من وقتك. انك تسال زميلك، تاخد حاجه من زميلك يديك الحل بتاعه، كل ده غش، ومن غشنا بقى ايه عليه عقوبات كثيره جدا جدا جدا، وانت وحسابك مع ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول لي بقى the probability of having rains are given in the below table. خدتوا بالكم من حاجه؟ يعني حتى المهندسين بتوع مدني بيتاثروا بمين؟ بالمطر جدا، تتاثر بالمطر جدا. فهو عنده صب يوم الاثنين صباحا علشان ما يتاخرش في الجدول بتاعه، فالان ان الدنيا تمطر، لان لو الدنيا مطرت هتلغي له الصب. فبص هنا بيقول لك بقى ايه، بيقول لك بقى بيزد على الجدول التالي احتمالات المطر التاليه: يوم الاثنين احتمال المطر كام؟ 80%، يوم الثلاث 60%، الاربع 30%، الخميس 10%، الجمعه بقى وهكذا لحد مندي تاني 10%. فدي البيانات بتاعت احتمال الامطار تمطر قد ايه. طيب لو انا صبيت يوم الاثنين، التاخير اللي انا عملته في السكيدجول قد ايه؟ مفيش تاخير، لان هو الصب كان مخطط ليه يوم الاثنين. طب لو انا اجلت الصب وصبيت يوم الثلاث، يبقى عندي ديلي كام يوم؟ يوم واحد. طب لو اجلت الصب وصبيت يوم الاربع، يبقى عندي ديلي كام يوم؟ يومين، وهكذا. واضح؟ يبقى فهمنا الجدول ده بيقول ايه. طيب بيقول لي بعد كده ايه؟ بيقول لي بقى if it rains in the day of pouring، لو الدنيا مطرت في يوم الصب اللي انت كنت ناوي تصب فيه، the consequences will be as follow، العقبات التوابع هتكون كالاتي: واحد، هيكون عندك immediate damage قدره $10,000. يعني المطر ده هيؤدي انك انت خسرت فلوس قدرها $10,000. يبقى لو انت كنت بتصب في يوم والدنيا مطرت، يبقى رقم واحد انت خسرت $10,000 خلاص، عشان كده نفسك ما تمطرش طبعا. رقم اتنين، مش هتكمل الصب بتاعك، الصب خلاص هتوقفه، وهتأجل الصب بتاعك 5 ايام من اليوم اللي مطرت فيه لاسباب او اخرى. هو ما قاليش اسباب كده ليه، بس هو قال لك لو مطرت حضرتك هتضطر تقعد 5 ايام لحد ما الدنيا المطر تنشف، يبقى لازم هتسكيدول الصب بتاعك 5 ايام بعدين. بعد كده كل يوم تاخير في السكيدول يكلفك كام؟ $4,000. كل يوم تاخير هيكلفك $4,000. بعد كده the delay cost applies even if the contractor decided to delay the pour. يعني ايه؟ يعني لو انا من مزاجي كده الدنيا ما مطرتش ولا حاجه، وانا قررت ان انا مش عاجبني النهارده، انا بقى حاسس ان انا في باد مود، فايه رايكم اجل الصب بكره؟ ماشي، الدنيا ما مطرتش ولا حاجه. فبيقول لك لو اجلت الصب برضه هتطبق عليك ايه؟ غرامه التاخير طبعا، يعني سواء بقى كان التاجيل ده بارادتك او من دون ارادتك، يعني الدنيا ما اتطرت من دون ارادتك ولا بارادتك، انك انت مثلا ايه كنت مرتبط بحاجه ولا حاجه وعايز تاجل الصب النهارده. في الحالتين انت ايه هتخسر الايه الفلوس بتاعه ال $4,000 دي كل يوم. بعد كده بيقول لك بقى ايه المطلوب: draw the decision tree and determine on which day the concrete should be poured. انهي افضل يوم لصب الخرسانه، انهي افضل يوم لصب الخرسانه. بعد ما فهمنا القصه دي بقى، تعال نشوف هنعملها ازاي، هنمشي برضو بنفس الطريقه. تعال ناخد بقى اللون اللي الاحمر بتاعنا الجميل، يعني نبدا ديسيجنز باللون الاحمر. طبعا انت في الامتحان اوعى تستخدم اللون الاحمر، الاحمر بس للمصحح. فانا هنا هبدا بايه؟ بديسيجن بوينت. هنا في قرار، ايه القرار؟ القرار بتاعي اصب يوم الاثنين ولا الثلاث ولا الاربع ولا الخميس ولا الجمعه ولا وهكذا. يبقى ده القرار بتاعي. يبقى القرار بتاعي اعمل ايه؟ ممكن تكتب هنا عنوان لويتش، او تكتب على طول ديت date of pouring، يوم الصب امتى؟ يبقى date of ايه؟ of pouring. فممكن اقول مثلا Monday، اصب Monday. في الحاله دي الديلي قد ايه؟ الديلي تايم قد ايه؟ زيرو، مفيش اي ديلي، انا صبيت on schedule دلوقتي. وعايزين دي نحطها فوق كده. طب وايه تاني؟
حط بقى ربنا معاك ان شاء الله. المساله دي طويله قوي بس مهمه، دي يعني مهندسين مدني بالنسبه لهم لازم يكون فاهمين الكلام ده كويس. هصب بدل الاثنين اللي وراه ايه؟ ثلاث، يبقى تيوزداي. تيوزداي لو انا صبيت تيوزداي يبقى انا عايز ايه؟ عندي كام يوم ديلي؟ عندي ديلي يوم واحد، وبعدين اللي وراها يبقى ماندي تيوزداي وينزداي. وينزداي يعني معناها كام يوم تاخير؟ يومين، يومين تاخير. طب لو انا صبيت وينزداي يبقى صبيت ثيرزداي. ثيرزداي دي كام؟ ثلاثة. جميل؟ جميل. خلينا نمدها كده شوية. طب وبعدين في وراها حاجة تاني؟ اه يلا انت هتعيش اللحظة بقى. فرايداي، هو في فرايداي شغل؟ اه ما قاليش. انت بتشوف المهندسين غلابه ازاي في ايام الاجازات بينزلوا عندهم صب. صب ده الدنيا بتتوتر جدا ما يكون في صب، خاصه البروجكت سايت كامل بكامله بيكون متوتر. وهنا ايه؟ ساتردي دي كام؟ دي خمسه. ماشي، عملنا كام يوم كده؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، المفروض نعمل يوم كمان سابع عشان يبقى غطينا السبع ايام. ساتردي هنا ساندي، عندنا كام هنا؟ دي 6. يلا معايا بقى، هل في ديسيجنز بعد كده هتاخدها؟ هل انت بايدك تقول الدنيا هتمطر ولا لا؟ لا مش بتاعتك دي، صح؟ جميل، يبقى تعالى بقى نغير اللون، لان احنا هنبدا بايه دلوقتي؟ هنبدا بايفنتس. طب انا قررت ان اصب ان شاء الله يوم الاثنين، يا رب يا مسهل. ها ايه اللي هيحصل يوم الاثنين؟ معرفش، ممكن تمطر. It might rain, it might not. هنا نورين. ماشي يا شباب، نفس الكلام بقى هنا كده في كله بقى. يلا كرر بقى القصه دي. Rain not. ها؟ Rain not. ها؟ Rain not. يبقى تكتب rain وهنا no. Rain وهنا no. رين وهنا نو، وهكذا بقى. رين وهنا نو. طب لو هي رين خلاص احنا وصلنا اخرنا خلاص، يبقى الشجره دي منتهيه. طب اعمل دول بقى طبعا برضه، خلي عندك ضمير يعني ما تعملش زي كده انا ايه كسلان شويه. يبقى رين نو، رين نو. طيب يلا بقى في دي هنبدا نحط بقى البي اوف. ركز معايا، لو الدنيا، لو انا صبيت يوم الاثنين جميل والدنيا مطرت، اه ايه اللي هيحصل؟ رقم واحد قال لك ايه؟ بص نراجع الخطوات. قال لك واحد اميديت 10 دولار 10000 دولار خساره. رقم اثنين تارنج انك انت ها تصب بعد خمس ايام، وكل يوم تاخير هيكلفك كام؟ 4000. خلاص انا عرفت القصه خلاص، يبقى بالتالي اروح رايح بقى هنا، بالتالي اروح هنا واكتب بقى القيم. تعالوا نغير اللون، خليه باللون ده، هكتب هنا القيم بقى. فاكتب ايه بقى؟ لو انا قررت ان انا اصب يوم الاثنين مفيش اي تاخير جميل بس الدنيا مطرت، يبقى هخسر 10000 10 كي كمان، زائد ايه بقى؟ زائد تأخير، هأجل الصب خمس أيام، كل يوم فيهم 4000 يعني 4 كي، يبقى خمس أيام في كل يوم غرامة 4000 4 كي يعني. يبقى عندك هنا كام؟ يبقى عندك ده بتساوي 30، يبقى البرانش ده يكلفني 30 كي، دي خسارة. دي خسارة خد بالكم. جميل. طب لو أنا قررت أصب يوم الاثنين مفيش تأخير وما مطرتش، يبقى هتخلص الصب بتاعك، هتخسر ال 10000؟ لا. عندك اي تاخير؟ لا، لانك مش هتاجل الصب، يبقى الخساره قد ايه؟ زيرو. يا سلام، ده جميل قوي ده. يبقى دي 30000 ودي زيرو. حلو. طيب لو انا قررت ان انا من نفسي كده اصب يوم الثلاث، يبقى كده عندي تاخير من السكيدول لواحد يوم، والحسن حظي مطرت لسوء حظي طبعا. فايه اللي هيحصل؟ واحد 10000 دولار خساره، اثنين هاجل كام؟ هاجل خمس ايام صح؟ وانا اوريدي متاخر يوم، يبقى الغرامه بتاعتي كام؟ ست ايام.
يبقى 10 كي زائد بقى بدل 5 هنا هتبقى كام؟ هتبقى 6 في 4 كي، 6 في 4 ب 24 و10 يبقى كام؟ 34، يبقى دي 34 كي. جميل؟ طيب انا ما اضطرتش خلاص يبقى زيرو؟ لا، ما انت اصلا اوريدي متاخر يوم هنا يا استاذنا، انت هنا متاخر يوم. يبقى لو انا قررت ااجل الصب وهصب يوم الثلاث يبقى عندي تاخير يوم في الاسكيدول، والحمد لله الدنيا ما مطرتش، يبقى مش هخسر دي، بس عندي تاخير قد ايه؟ تاخير 1 داي، وكل داي 4، يبقى 1 في 4 كي، صح؟ يبقى ده هيكلفني كام؟ 4 كي. لو انا كنت قررت اصب يوم الاربع تاخير يومين ومطرت، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هتخسر ال 10,000. ها؟ وهتخسر كام بقى؟ يبقى بينالتي قد ايه؟ 7 ايام في 4، صح ولا لا؟ يبقى نكتب الكلام ده، يبقى 10 كي زائد 7 ايام في كل يوم 4,000. 4 في 7 ب 28 و10 يبقى 38. يبقى دي 38 كي. طيب ايه اللي هيحصل هنا بقى؟ اللي هيحصل هنا انك انت مش هتخسر ال 10 ولكن هتخسر بينالتي، هنا كنت بينالتي 1 داي، هنا هتبقى بينالتي كام؟ 2 دايز، يبقى 2 في 4، يبقى هنا 8. طيب ثرز داي، نعمل بقى ثرز داي. تعال نشوف ثرز داي، فثرز داي عندنا هنا ايه؟ الدنيا مطرت، يبقى هخسر 10 كي زائد هأجل 5 ايام، وانا اوريدي متاخر 3 ايام، يبقى 8 ايام، يبقى بقول بقى بدل 7 هقول هنا 8، وكل يوم هيكلفني 4000 غرامه. 4 في 8 32 و10 يبقى 42، يبقى دي 42 كي. جميل؟ اللي وراها هتبقى كام؟ 3 في 4 كي، تطلع كام؟ 12 كي. ماشي يا شباب؟ 12 كي، وهكذا بقى. وهكذا. طيب يلا نحسب بقى، هنكتفي بهذا القدر ونحسب. ازاي هنحسب؟ لازم نحط بقى البروبابيلتي. ازاي احط البروبابيلتي؟ من الجدول بقى بتاع الارصاد. شفت بقى اهميه بتوع الارصاد؟ يعني بتوع الارصاد دول اللي بيدونا فلوس، يعني المعلومات بتاعتهم دي معلومات فيها فلوس فلوس، يعني الرقم 0.8 ده وكده، الارقام دي فيري فاليبل. خدها بقى وحطها. يبقى بيقول لي بقى ايه احتمال انها تمطر يوم الاثنين؟ كام؟ 80%. يبقى يلا نحطها هنا. يبقى يوم الاثنين، ادي يوم الاثنين احتمال تمطر قد ايه؟ 80%. يبقى هنا دي 0.8، يبقى احط هنا 0.8. طب ولو احتمال ما تمطرش قد ايه؟ 20%. طب يوم الثلاث نرجع لنفس الجدول وهكذا بقى، الجدول 0.6 وبعدين 0.3 وبعدين 0.1. يبقى دي 0.6 ودي 0.3 ودي 0.81 وبعديهم كلهم 0.1. جميل؟ طب 0.6 يبقى دي كام؟ يبقى دي 0.4، دي 0.3 تبقى دي كام؟ يبقى دي 0.7، طب ودي 0.1 تبقى دي كام؟ دي 0.9، طب ودي تبقى بقى كام؟ 0.9 برضه، ودي 0.9، صح؟ ودي ايه؟ 0.9. جميل، يلا بقى احسب لي سم برودكت 30 في 0.8 زائد 0.2. حط، نغير القلم، بنحسب دلوقتي الاكسبكتد مونيتري فاليو، نحسبها بالاخضر. يلا 30 في 0.8 زائد 0.2 هتطلع 24. 24 كي. طيب 34 في 0.6 زائد 4 في 0.4 هتطلع 22 كي. وبعدين 38 في 0.3 زائد 8 في 0.7 هتطلع 17 كي. وبعدين بعد كده هنقول ايه بقى؟ هنقول كام؟ 42 في 0.1 زائد 12 في 0.9 هتطلع كام؟ هتطلع 15 كي. وبعدين بص بقى لما تحسب ده هتلاقيه هيطلع بالنسبه لك 19 كي، هيطلع ده 19 كي. ايه رايك بقى دلوقتي؟ بص 42 22 17 15، جميل؟ وبعدين 19. يبقى رايك بقى ايه؟ هناخد انهي قرار؟ انت هنا اهو بتاخد ديسيجن، اختار بقى يوم الاثنين ولا الثلاث ولا الاربع. ايه رايك انا محتاج الكبير ولا الصغير؟ هو الارقام دي بتاعت ايه؟ الارقام دي بتاعت ايه؟ بتاعت كوست. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ مينيمايز. خد بالك الحته دي لازم تاخد بالك منها كويس جدا. طب امال المساله اللي حليناها من شويه هنا كانت ايه؟ المساله اللي حليناها هنا ايه؟ دي كانت ايه؟ دي كانت مكسب هنا، دي كانت هنا بروفيت. يبقى البروفيت كنت عايز اعمل فيه ايه؟ ماكسمايز. عشان كده اخترت مين؟ اخترت الكبير. انما هنا
المسألة دي كوست، يبقى اختار مين؟ الصغير. طب مين الصغير؟ بتاع 15 يعني بتاع Thursday. خد بالك، واحد يقول لي طب ممكن تقل من هنا، ما المفروض تجربهم، لو انت جربتهم هتبص تلاقيهم 19 وبعد كده هتزيد. يبقى اقل حاجه هي Thursday. يبقى انت تقول بقى خلاص يا شباب بغض النظر ان شاء الله طب الخرسانه بتاعي هيكون يوم الثلاث، وربنا يكرمك كده والوالده تكون داعيه عليك والدنيا تمطر يوم الثلاث، يبقى انت بوظت الدنيا. ماشي يا شباب؟